مرحبا بكل من يقدم ما يستطيع عمله من أجل إسعاد الآخرين وإنقاذ حياتهم. مرحبا بكل التفاؤل الذي يطل علينا من قصص الكثير. خلونا نتابع الفقرة الثانية لحلقتنا لهذا اليوم، تابعونا. عندما يحاصرنا الأسى وتحاول الهموم التغلب علينا بأوجاعها، علينا أن ننظر لمآسي الآخرين ومصائبهم لندرك حينها أننا في فضل من الله ونعمه رغم ما نمر به. وقصة اليوم خير دليل على ذلك، فهي تحكي قصة عائلة تتعايش مع الفقر والمرض. والله أنا أصرفها كيرام، هي تنتين بنات، واحدة ما تسمع، واحدة عندها تكسرت تشتئ أمليه بأربعة مليون، وحنا نسأل ضب حنا قدر، أبوحنا عندها سكر ما يقدرش يشتغل، لا وفر العيالي إلا كتير ولا قليل، والبيت أنا زي ما تقول مش حق أنا ملك، وحنا ما مقاناش حاجة زي ما حنا نقول شن بيئة شن نسوي للأملية، اللي شي سائدة حنا جزاها الله خير. مروى فتاة عادية، كانت تعيش حياتها بسلام، إلا أن المرض غزا جسدها دون رحمة، حيث تعاني من تكسرات في الدم مما أدى إلى تآكل الرأس في عظمة الورك الأيمن والأيسر، وبذا صارت بحاجة إلى عملية إصلاح لهما واستبدالهما بمفصل صناعي. ماشي داخل أهل الخير أن يساعدوني، أتمنى أن أكون زي أي بنت، أمشي طبيعية، أكمل دراستي، أكمل علمي. أنا محرومة من كل شيء من وعادني صغيرة، أتمنى أنهم يساعدوني. الآن كان عندي مفصل واحد، الآن أصبح عندي مفصلين، ولم لو ما سويتش العملية شبقى مقعدة سريرية. أتمنى منهم أن يساعدوني ويتفاعلوا معي. الطفلة من يوم ما ولدت عندها تكسرات، حاليا دحين الأضم حقي يستاكل أول بد أول، اليوم اللي حنا سنتين وحنا نقاني ما قدرناش نسوي العملية، حال ما رحنا يقعد المبلغ كثير وحنا ما قدرناش، أيالي كلهم ما تبقوا دراستهم، ما درسوا لبنات، أبو عيني تعبان من السكر، بنتي ما تسمع، بسم الله بس سماعة حقها تكلف كل سنتين 200,000 نشتري لها سماعة، وحنا حالتي حنا صعبة، ربك كريم، اللي شي سايدة حنا جزاه الله خير، كثر الله خيره. ما بتي تأباني أشتيهم من هون سايدون الأملية بتي بس تنجح إن شاء الله بإذن الله في أي مكان أسافر به في أي دولة في أي بلاد، أهم حاجة تسوي الأملية تنجح عمليتها إن شاء الله تتوافق، أشتي من هون سائدة اللي سائدة حنا جزاها الله خير. تكلفة إجراء العملية مع الاستبدال لكل مفصل 4 ملايين ريال، فمن أين تأتي به عائلة مروى وهي تعيش وضعاً مزرياً في هذا المنزل الذي من الممكن أن يتركوه في أي وقت؟ منزل أغلب ما فيه مغطى بقطع قماشية وكراتين عادية لا تقيهم حر النهار ولا برد الليل، حتى مياه المنزل تجمع لقرب بلاستيكية لأنهم لا يملكون خزاناً للمياه. مبلغ العملية 8 مليون، والآن حالياً شغير مفصل واحد 4 مليون، والتكاليف كلها 8 مليون. قبل سنة كان واحد، الآن أصبح الاثنين. أتمنى أن أكون زي أي بنت. أشد أهل الخير أن يساعدونا مشان نصلح العملية لأختي، تحتاج تغيير مفاصل، المفصل الأول 4 مليون والمفصل الثاني 4 مليون. اليوم نحن نعاني من 3 سنين لم نقدر نسوي العملية من حاد الظروف اللي احنا نعاني فيها. عندي 4 بنات أنا أشقى عليهم أشتغل عليهم، لا أقدر أن أسوي العملية لأختي. ناشد أهل الخير أن يساعدونا. المطبخ شمس، برا القبل شمس، الدنيا كلها شمس، وحنا ما نقدرش نوطي أي حاجة، لا صلحنا برا ولا صلحنا داخل. صدقنا نحن بلا أنبوبة، صدقت أمين بالله نحن بلا أنبوبة. أجيك يقولون يا أبو ما معناش إلا بيسن أبي أنبوبة. أنبوبة حق رجز عندك كيف هذا الحد الآن. احنا اللي انا الله ناكله ونشربه سلك بقى مرحنا والبيت رحمه البيت المدرسه انا اشحديها بالحنا ضلاله يسوي لحنا بيت زي الناس مطبخ حراب هنا حراب انا قدر الحال ما نسوي دي. واحنا فتحها ما كله حر يعني ايش نسوي ونشتري لحنا برميل حق المي شوف البرميل حقنا خير كله يصير الى ما اجينا من الصباح نصب بين الدبر نبقى بلا ماي ما نصب. ريم هي الأخرى مصابة بضمور في الدماغ،
أفقدها القدرة على النطق والسمع وتحتاج إلى سماعة كل عام تقدر ب200,000 ريال. وقد باعت الأسرة كل ما تملك في سبيل إنقاذ فتياتها اللواتي لا يملكن سوى الدموع التي تعبر عن أوجاعهن. ما كان عندنا كله بعنا من شان كل ما ساء نطلع صنعاء وما ساء طالعين نازلين صنعاء تعبنا وحنا طالعين نازلين. آخر شيء قال الدكتور ضروري صلحوا العملية، لم نستطيع نسوي العملية ب 4 مليون، المفصل الأول ب 4 مليون والمفصل الثاني ب 4 مليون، 8 مليون، من فين نجيب المبلغ ده كله؟ قول له لما نشتغل يا الله بدخل اليوم، يا الله نأكل البنات ديل اللي موجودين عندي. البنات ديل الأربع البنات بدي 100 ريال. طيب الآن أيضا وعندي أخت ثانية عندها ضمور في الرأس تحتاج إلى كل سنتين سماعه ب 200,000. لم نستطيع نسوي. مريم تعاني من ضمور في الأقل وأفقدها السمع والنطق، ومروة تعاني من مفصل 4 مليون. نتمنى من فعالين الخير وفعالات الخير أن يساعدوا معانا. طيب أنت بتدرسي؟ يعني أنا الوحيد اللي أدرس من بين الأسرة، لأن أبي ما أقدر أوفر للكل. إخواني انحرموا من الدراسة وعندهم أطفال، وأختي انحرمت بسبب التكسرات، ودي لأن لا تسمع ولا أي شيء، المدارس ما قدروا يقبلوها. معاهم بنتهم فيها ضمور والثانية تكسرات في الدم، ومسكينة يعني تعاني من هشاشة العظام، يعني يحتاج لها عمليتين مش عملية واحدة، والبنت يكلف لها سماعة ما بين سنة، أقل شيء مبلغ 200,000. طيب من فين هم يوفروا؟ والأخ معاهم ليعونهم يلا يوفر لهم قد يومهم. مساكين، إن ناشد أهل الخير أن يوقفوا معاهم ويساعدوهم. أخو الفتيات كان يعمل فراشاً في أحد الأماكن التعليمية، ولكن بعد إغلاق المبنى أغلق عليه باب مصدر رزقه باحثاً عن عمل يساعده بأن يقتات منه هو وأفراد أسرته. حتى برضو البيت يعني حق الشيبي في يوم من الأيام يقدر يخرج حنين، في يوم من الأيام يخرج لنا كل شيء بيقولنا، وهنا حالت حنسة وأبو حنا بلا أمل، ما عنده لا أمل ولا جمل، يروح على شوية كده لما تروح حق الرجال يسوقوا يديك كده ورجال هنا ما في شيء، ما في شغل ولا في حد يشتغل، ما في إلا هذا يشتغل، إلا باك يشتغل يوم 3 أيام ما فيش، إلا في قرص أجر فرشه مخاد أجره على واحد، ده مصدر رزق حنا. يمكن أنا أمل ما فيش، بنات حنا ما درسوا ما تعلموا، أنا حالت حنا صعبة، صدق الله الحمد، مش يساعد حنا جزاه الله خير. فتيات هذه الأسرة توقفن عن التعليم بسبب سوء الوضع المعيشي للعائلة باستثناء إحداهن، والتي من الممكن أن تترك التعليم في أي وقت، فالوضع هنا دون دعم الفاعلية الخير لا يساعد أبداً في مساعدتهن على الدراسة. 5,000 حق الدفاتر حقه وأشاري كتب كمان، ما يصرف الله كتب حاسر، ما يعني بدني أمسك الطلبة أطلق من المدرسة، والله يبليك إلا لسبب الحالة الصعبة. قال لي 5,000 شيل لي حق دفاتر، قلت له 5,000 وهذا مش مكفي يعني، هذا بل من حق 5 سنة مول القطان اللي فاضي استخدمه، وجديدة بس شاب 5,000 دفاتر بس علشان تدرس، إذا إنه كلهم ما درسوش ولا واحد يدرس إلا هي نفسي شاهدت تتألم نور تنفى نفسي حتى لو تدق إبار تنفأني أنا مولة بحيث ما أنا مأية بنتي تأبانة وأنا تأبانة، أنا مأية تضخم في الكبد كملي ولا قدرت تتعالج ولا قدرت ابوك صنع بيتنا علاجات وتعالج من الدكتور منصور تعالجت الثوره ما كمل العلاج ما اتحرك اواد جنبي يعني والله ما قدرت ابوك بالنفسي جهاز اشوف ان هذا الكبد متضخم ولا راح ولا ما هذا الوجع في بطني واني اشيل جهلتي بس والله ما اشيل من الدنيا حاجه لو قام جهلتك اني قمت ياتي الظروف الصعبه والحمد لله كل شيء سائد حنا جزاه الله خير. ناشد أهل الخير إنهم يوقفوا معهم لأنهم يستحقون، ظروفهم صعبة جدا جدا، إنهم يعانوا عندهم أطفال يعني لا يتوفر لديهم مبلغ، وقد بيعوا ما فوقهم وما تحتهم ما جمعوا لأجل ابنتهم. أرجو منكم أن تساعدوا مروة في عملية المفصل، لأن أول مرة طلعت صنعاء وثاني مرة وثالث مرة كل دكتور يقول تغيير مفصل، ودينا التقارير للسعودية قالوا لنا تغيير مفصل لا نقدر نستوي لا نقدر أن نسوي لها العملية وهي مقاضة، كل ما زادت حالتها بسبب العلاجات هي تستخدم علاجات مهدئات، لو وقفت العلاجات بيقرح المفصل. أرجو منكم أناشدكم أهل الخير أن تساعدوا مروة لأنها لا تستطيع الحركة،
من يسمعها أو يراها أن يساعدها أرجوكم. 7341470038 هذا رقمك رقم التواصل. هذه العائلة تعبت كثيرا وما زالت بسبب مرض فتياتها ووضعها الاقتصادي الصعب ومشاكل أخرى تحكي بالدموع وكل الأمل برحمة الله ودعم فاعلي الخير لتجاوز محنتها. ختاما، على قدر ما تألمنا، على قدر ما سعدنا، على قدر ما نشعر بالأمل والسعادة والتفاؤل في ظل تعاون الجميع مع بعضهم البعض لإنقاذ أرواح الحالات التي تعرض لكم. كنا معكم في حلقة اليوم وعلى أمل أن نلقاكم. لكم منا أطيب الأمنيات. في أمان الله.